السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوجد لكم السفوف بهذه المناسبه ديال رمضان مبارك سعيد، اللي كنتمنى يدخل عليكم بالصحه وطول العمر لجميع الامه الاسلاميه اللي في المغرب واللي على برا. الله يطول لهم العمر والله يدخل عليهم بالصحه والله يرفع لنا هذا الوباء يا ربي. المهم في هذا الفيديو يكون اختار ان شاء الله، لاننا غادي نوجدوا ان شاء الله سلو كياخذ الوقت بزاف. المهم انا فرحانه كيف كتشوفوا معايا بحيت ساليتو كنهن وهزال، لان فيه التمره فيه سميتو فيه الشغل بزاف. المهم غادي نوريكم المقادير والطريقه ديال السلو ديالي. مرحبا بكم والف مرحبا ورمضان مبارك سعيد وشكرا لكم، وبقاو معنا وتبعوا معنا الفيديو. ما تنساوش اللي عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش الضغط على الزر الاحمر والاشتراك في القناه مع كتابة تعليقاتكم سلبية ولا إيجابية، أنا راضية بها مرحبا بها كيف ما بغات تكون. كما كانت راها كتعطينا الطاقة باش كنزيدو القدام. يلا خليكم معنا ومع السلامة. كيف كتشوفوا معايا خوتي وخواتاتي، دابا درت الطحين في الكوكوت، هذه آخر مرحلة كنديرها لأنني ديجا حمرته وديجا حمرته في كوكوت. خليت غير واحد لقطات اللي غنوريكم كيف كتشوفوا معايا، لان التحمر في الكوكوت احسن من الفران ديال الدار ولا الفران ديال الزنقه. الكوكوت كتحكمي فيه مزيان وكيعطيك واحد اللون ذهبي وزوين. شوف كيفاش كتشوف، راه تاع واحد اللون غزال ما شاء الله. وهنايا درت 2 كيلو ديال اللوز من بعد ما درته في الماء غليان حتى رطب وفسخته وخليته ليله كامله حتى نشف مزيان. عاد درته هنايا في الطاوه ودخلته كامل الفران، درت ليه دهنته بالزيت المائده، دهنته مزيان ودخلته الفران. شو كيجي ما كيجيش مزيت وكيتقرمل مزيان، كيتقرمل من الداخل وعلى برا وكيعطيك اللون ذهبي وزوين وكيتحمر كلشي بدقه، يعني بلا ما تعذبي وديريه في الزيت، الزيت كيجي مزيت ومضر. وهنا خوتي عندي زريعه الكتان، هذا عندي هنايا نص كيلو ديال زريعه الكتان. كما قلت لكم زريعه الكتان ما كيتغسلش، حيت الا غسلتيه كله غيلصق لك وغادي يتلقى داك الجيلاتين ديالو. هنا فقط مسحته مزيان بواحد الفوطه نقيه ونقيته، يعني نقيته وصافي، وغادي ندوز نقرملو شي شويه وعاد غادي ندوز غادي نطحنو. كيف كتعرفي زريعه الكتان في الفوائد ديالو ما شاء الله. كما قلت لكم اخوتي دابا هنايا عندي اللوز غادي نهرمشو من بعد ما تقرمل مزيان، غادي نهرمشو ولكن غادي نخلي هذوك الطروفه باينين صحاح، يعني ما كنطحنوش بزاف، كنخليه باين مع باش مع داك ملي كتاكليه كتحسي به. صافي غادي نكمل هاد اللوز هذا ولكن غنخلي النص باش غادي نزوق. هنا كيجي مهرمش. من بعد ما كملت اللوز ديالي طحنته كامل كيف كتشوفوا، خليته مهرمش ما كنعلكوش بزاف، كنخلي فيه هذوك الطريفات باينين. وهنا عندي زريعه الكتان حتى هو كنعدي من بعد ما نقيته ومسحته مزيان، غادي ندوزو في كوكوت وغادي نقرملو عاد ندوز نطحنو. كلشي قرملناه في كوكوت حيت ما نطحينو الزريعه. هنايا عندي هذاك زريعه الكتان من بعد ما تكرمل، دابا كنطحنو، خصو يتطحن مزيان 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 وندوز نغربلو في واحد الغربال ديال الحرير، لان الغربال ديال الحرير كيغربلو مزيان وكيخلي هذيك القشره ديالتو كتزول. المهم خوتي كيف ما كتشوفوا معايا ساليت هادشي ديالي كامل حتى من الجلجلان حتى هو، ما صورتوش لكم اعتذر. الجلجلان حتى هو حمرته وطحنته وخليت النص ديالو صاين. دابا غادي ندوز نوريكم المقادير كامل ديال السلو اللي وجدت. هنا عندي هنا الجلجلان، هنا الجلجلان تقريبا راه طحنته مزيان كيف كتشوفوا معايا الجلجلان. ها هو عندي هنايا 2 كيلو ديال الجلجلان، خليت منه واحد الكسرونه صاين. وعندي هنايا هذه الصوجه حتى هي مطحونه،
عندي هنايا إلان، إلان عندي هنايا جوج كيلو ديال اللوز، هنايا عندي نص كيلو ديال إلان ونص كيلو ديال الصوجة، وعندي هنايا جوج كيلو ديال الججلان، وعندي هنا جوج كيلو ديال اللوز خليت منه باش غادي نزوق. عندي هنايا الدقيق، هذا حرملته قلت لكم حمرته في الكوكوز، الصراحه كيجي التحمر ديالو حسن 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 من الفران. عندي هنايا زريقه الكتان، هذه زريقه الكتان حتى هي، وهنايا عندي النفع وحبه الحلاوه، النفع وحبه الحلاوه حتى همايا. عندي هنايا القرفه، عندي هنايا الزبده من بعد ما خليتها طبخات مزيان. عندي هنايا كما قلت لكم هذه سميتها، هذه مسكه الحره، غادي نطحنها في المهرز، غادي نطحنها في المهرز. وعندي هنايا كما قلت لكم الكوزه، هذه الكوزه حتى هي غادي نديرها. وعندي هنا العسل باش غادي نخلط، غنخلط بالعسل وغادي نخلط بالزيت البلديه والزبده، عندك الزبده والعسل والزيت البلديه، هادو هما المقادير ديالنا. المهم غادي نشد الغربال نغرب الطحين، كتشوفوا والله العظيم الا الصراحه خوتي ملي كتحمروا الطحين في الكوكوت الا كيطلع واعر، كيطلع اللون كتحكميه ملي كتحمريه في الكوكوت، كتحكمي فيه وكتبغي اللون اللي كيعجبك، ماشي بحال ملي كتديه الفران يا اما كيحرقوا لك يا اما كيخليه شي ابيض ما كيعجبكش. المهم حمرته غير في الكوكوت وتحكمت فيه. هنا غادي ندير كيف كتشوفوا معايا، هذا إلان، هذا ديجا غربلته، ها هو إلان. هنايا عندي الصوجة، ها هي حتى هي غربلتها مزيان، هادشي كله حمرته، كلشي غسلته حمرته وطحنته مزيان. عندي هنايا غادي ندير هذا سميتو الجلجلان، ها هو. عندي هنايا كيف كتشوفوا معايا تقريبا هنايا هذا النافع وحبه حلاوه، ودرت عليها هنايا داك البيض اللي كتشوفوه هو داك المسكه الحره. شوفوا واحد جوج ثلاثه هادشي اللي كاين. عندي هنايا القرفه، هاي القرفه هي كتعطي واحد النسمه غزاله في الصحه، القرفه قرفه واعره واعره واعره. هنايا كنت غادي ننسى واحد الحاجه، كنت غنسى مع كثره القوام كنت ننسى هذه زريعه الكتان، زريعه الكتان حتى هي كتمسحيها وكتغسلي، عفوا ما كتغسلش، هي زريعه الكتان ما كتغسلش، غير كتمسح وكتحمر وكتطحن. ها هو درت هنايا حتى هو. دابا مازال ليا البوزه، البوزه غادي نحمرها، غادي نحكها شويه، ها هي صافي، هادشي كله كنخلطو هكدا، عاد كنزيد هداك اللوز والججلان صايم. هانتوما
فهرتي مع داك الوقيف ديال البوطاجي عياني وقلت غادي ندير شي كرسي ونجلس باش نحكم مزيان هادشي اللي كيبغي الخدمه باش كيتخلطوا العناصر هادو هادشي كيبغي الخدمه في الصراحه دلك 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 خص حتى يتحر يتخلط هادشي كامل مات الله تخلطوا دوك العناصر كاملين يندمجوا كاملين 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 يتخلطوا مزيان يلا هاك دلك 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 حكا مزيان التمارة يا اخت التمارة التمارة فهاد السفوف هدا متهني حتى كتحيدي عليك عاد كترتاحي قسم الله العظيم شتي دابا انا كل مرة كنحيد عليا حاجة ولكن هاد الخطرة ان شاء الله قلت غادي نخلطو ونحيدو في خطرة باش مبقاش راسي عامر ملي كتكون تابعك شي حاجة دابا غادي نزيد اللوز كيف كتشوفوا معايا اللوز ها هو وغادي نزيد الجلجلان اللي قلت لكم خليته هاك وغادي ندير داك الزيت اللي قلت لكم حتى هي درتها الوازيط باش كيحمرتها بحال هكذا خليتها حتى طبخات هادشي غنخلطو مزيان 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 وعاد في الاخر غادي نزيد داك العسل بحال هكا بحال اللي كتعجني هادي كتعجني هانت وغادي نزيد الزيت البلديه حتى هي صراحة كل واحد الطريقة ديالو تسفوف كل واحد كيفاش كيدير كاين اللي كيدير غير الجلجلان اجي سي محمد اجي 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 خوك غايقلب ليا هادشي كامل اجي جر جر غايقلب ليا هادشي اجي سير 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 ودي سير رالي راح حليت لي واحد عندك الكاس سد الباب سد الباب الدراري بسلامتو نهار كتصوبي حلوه ولا السفوف وما عاد كتعجبهم القعده معاك كيف قلت لكم اخوتي كل وحده الطريقه ديالها ديال السفوف كاين اللي كدير غير الجلجلان ما كديرش القوام كيعجبهاش هذاك زريعه الكتان والصوجا وكاين اللي كيكثر كاين اللي كيدير الصوجا زريعه الكتان كاين اللي كيدير الحمص الكاوكاو انا بعدا ما كيعجبنيش الكاوكاو في السفوف هاد المقادير اللي وليتكم هما اللي كيعجبوني صافي نتوما يا سلام يا سلام يا سلام عرفتي واحد اللون فيه غزال غزال واحد اللون عرفتي مع هاد الحجر الصحي كنا كنعكزو كنديو كلشي الطحين كنديوه للفران ولكن هاد الخطرة حمرتو في كوكوت والله العظيم الا عطاني واحد اللون غزال ما نقولش لكم كي داير واخا فيه شويه ديال التماره وفيه داك قلب شقلب ولكن كتحصلي على واحد النتيجه مرضيه بعدا هانتوما شتي مازال خصو يتحك هكذا يوم ما
تما بكيت انا عطيت الطبيب اخويا شتي يا سلام غزال 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 واحد اللون ما نقولش لكم كي يشوف دابا خوتي غادي نزيد الزيت البلديه نجيب واحد الزيت البلدي عندي هنا هيا ها هي الزيت البلدي الزيت البلدي عندي جوج كيسان راك عاوتاني الدليك راك الدليك عاوتاني ها كتافك غيطيحو الكتاف كتاف غيطيحو كتافك هانتوما هكدا بحال لي كتعجني الخبز باش هداك القوام وداك النافع وديك القرفة كطلق هديك النسمة ديالها النسمة كتجي غزالة منقولش ليكم الحمد لله والله العظيم إلا ارتاحيت ارتاحيت من وصلت لهاد المرحلة هادي من وصلت لهاد المرحلة ديال غضحكو عليا والله إلا غضحكو عليا كملي كنهضر نهضر كيجيب لي بالي بحال حمقى كنهضر بوحديتي عرفتي راجلي كيشوفني وكيقول لي الله يعفو عليك كتهضري بوحدك ايوا هي نورمالمون كنا كنصوبو الصفوف مع العائله الوالدين كلشي كلشي شي كينقي شي كي شي كيحمر شي كيطحن ملي كنساليو كل واحد كياخد حقه وكنجيو بحالتنا ولكن دابا مع هاد الحجر الصحي ما كنمشيو حتى بلاصه كلشي كنصوبوه دابا في الدار بوحديتنا الله يرفع لنا هاد الوباء الله يربي رمضان يلقانا بخير وعلى خير العائله والوالدين والصلاه الرحيم ما كايناش هاد فهاد رمضان هادي كاين غير التليفونات هانتوما دابا كيف كتشوفوا معايا العسل 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 بقاو معايا خوتي بقاو دابا غادي ندير العسل كتشوفو خوتي هذا العسل ديال الليمون ماشي العسل ديال السكر ما ديروش العسل ديال السكر هذا العسل ديال الليمون ما كنديرش انا داك السكر بلاصي ولا السنيده ولا كندير العسل المهم داك العسل ديال الليمون راه كيكون رخيص شويه ماشي بحال هذاك اللي كيديروا 8000 كيديروا هذا العسل ديال الليمون كنخلطو غادي هنا من بعد ما كنكون ديجا حكيت هذاك السفوف مزيان بيديا المرحله الاخيره كندوزها شويه في العجانه بما كتطلق هذيك الزيوت ديالها صافي وكنحبس عليه ها انتم اخوتي شوفوا شتي ملي كندوز ليه في التدويزه الاخرانيه كاع كندوز فيها كندوزها في الطحانه ماشي الطحانه كطحن كلشي غير بحال اللي كتعجنها وكتعطيها هكذا فهمت كيجي معجن كتخرج منها كاع دوك الزيوت كتخرجها منها في الاخير شديت السفوف ديالي درته في واحد السطال غادي نسد عليه غادي نغطيه بواحد السلوفان ونسد عليه مزيان وغادي نديرو في الظل لان السفوف خاصو الظل ما خصكش ديريه في الشمس الا درتيه في الشمس غادي يخسر لك والا خليتيه في الضو كذلك غيخسر لك ضروري تكون شي بلاصه اللي تكون فيها اللي تكون مظلمه وفيها الظليله وكيف ما كان عندك السوفيا كان عندك كتير بزاف يمكنو يدوز لك حتى عام ما كيخسرش وكيبقى مزيان
وهذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى يعجبكم، وما تخلوش علينا بلايكات والضغط على الزر الأحمر باش يوصلكم دائما الجديد. ورمضان مبارك سعيد، ومع السلامة.